احنا محتاجين حد يا اخي يخشى الله فينا يا شيخ. واحد مش محتاج اجهزة رقابة ومحاسبات، عايزين واحد يخشى الله. اقسم لكم بالله يا اخواني، والله العظيم، ان الذي يؤرقني منذ يعني نبتت في ذهني هذه الفكرة، مسألة الليلة الاولى اذا قدر الله هذا الابتلاء، ان الليلة الاولى حجم ما سيقع فيها من الذنوب من الاحمال على الاكتاف رهيب. واقسم لكم بالله لولا الاثم، لولا خشية الاثم، لولا قضية التأثم، لولا ان الانسان لا يسعه ان يفر يوم الزحف او ان يدبر، والله الذي لا اله غيره، ما اظن اني كنت يعني احتمل مثل هذا ابدا. ولكن إذا ما ضاعت الأمور وبقينا بعد 5 سنين أو 4 سنين نرى أن الأمور قد انقلبت، وعشنا مرة، عدنا مرة أخرى تحت أحذية الناس. أنا مستبشر، أنا أقول لك أين الاضطرار فقط، أنا أقول لك من أين جاءت الضرورة، من أين جاء الانبعاث، من أين يأتي حسم الأمور بدلا من أن تضيع بهذه الصورة. يجب أن نتقي الله عز وجل. ولهذا أنا عندما أنظر أنه في شهرين ثلاثة أنا تعود الممارسات إلى ما رأيتم يا إخواني.